وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسأل السائل يقول: إذا انقضت مدة المسح على الجوربين وأنا ما زلت على وضوئه لم ينتقض ولا زلت لابسهما، هل صلاة التالية صحيحة أم أن وضوء ينتقض من قضاء المدة؟ لا، ما ينتقض الوضوء من قضاء مدة المسح، ما زلت باق على وضوئك تصلي ما شاء الله حتى ينتقض الوضوء، إنما الذي ينتقض هو المسح. فإذا انتقض وضوءك بعد ذلك تعيد المسح من جديد يوما وليلة لمقيم وثلاثة أيام بلياليهن لمسافر. صلى الله عليه وسلم.